الحالة الثانية اللي هي اليوروغراف. شنو يعني يوروغراف؟ يعني راح تستعمل هنا كونتراست، تذكرون من أخذنا كونتراست، راح تحقن المريض بكونتراست وتسوي له اكس راي حتى تريد تبين الكلى، تريد تبين بس البلادر نسميها سيستوغرافي، تريد تبين بس الحاله بس الحليل يوريثروغرافي مثل ما اخذنا باليورينري تراكت انجري، تريد تبين اليورينري تراكت كله نسميه انترافينوس يوروغرافي. هسه الحاله الاولى انترافينوس يوروغرافي، راح تحقن البيشنت نسميه انترافينوس يوروغرافي او بايروغرافي، راح تحقن البيشنت باي في كونتراست، راح تحقن المريض بكونتراست انترافينوس انجكشن اوف ايودين كونتيننج كونتراست ميديوم، تحقن المريض بوسط ماده، هاي الماده بها ايودين، هاي الايودين من تحقنها وتوصل للكلى وتمشي النوبه توصل للحالب وللمثانه، كل منطقه تدخل بالجهاز البولي راح تبينها بيضه، فمن تاخذ اكس راي هيك راح تشوف. شوفوا ركزوا، هاي هواي ترى يشبكون بحيث اكو بالامتحان بالسادس رواه هيك صوره، ايش قال الدكتور الطالب؟ قال الدكتور هاي كيو بي، قال شنو كيو بي؟ بابا هاي انترافينوس يوروغرافي، ما جاي يشوف الكلى بيضه، ما جاي يشوف الحالب ايضا ابيض، ما جاي يشوف المثانه ايضا بيضه، شوف. فهذا راح تحقن المريض بكونتراست، راح تحقن المريض بكونتراست و تاخذ له اكس راي، راح تشوف انه هذا الكونتراست يبين ابيض، هاي الكاليسس مال الكلى، هاي الكاليسس مال الكلى، وهذا هنا اللي هو الحالب، وهاي هنا المثانه. هذا نسميه انترافينوس يوروغرافي. زين؟ اعتقد انتم هنا من ذكائكم راح تقولون شنو فايدته. الانومالي نقدر نلقفها به. لقينا انسداد هنا سواء كانت ماس، ستون، تيومر، لمف نود، ايضا نقدر نلقفها به. اذا باختصار شكو ابنورماليتي باليورينري تراكت او اوبستراكشن تقدر تلقفه عن طريق الانترافينوس يوروغرافي. نروح للريتروغريد يوروغرام. شنو يعني ريتروغريد يوروغرام؟ يعني راح تحقن المريض بكونتراست، لكن الكونتراست ما حيكون عن طريق الدم، حيكون عن طريق الحليل ويصعد لي فوق، فيسموه ريتروغريد يوروغرام. اها شوفوا هنا أنا باعوا المريض، هذا المريض ربطنا له كاثتر واجينا بالكاثتر حقنا كونتراست حتى يوصل للحليل ويوصل للمثانه. راح تقولوا لي دكتور ليش يعني نلجا لهاي التكنيك، ليش ما نلجا لهاي؟ انا اقول لك مريض شكيت اكو بروبلم يم مثانته او يم الحليل، عنده مثلا بلادر انجري، او تتذكرون من اخذنا بكيس واحد يجي عنده قطرات دم على الميتس نسميه بلاد اون ميتس، من نلقى فرش بلاد على الميتس هذا شنشك عنده يوريثرال انجري. ها واحد شكيت عنده يوريثرال انجري او بلادر انجري، خصوصا من لقيت عنده كسر بالحوض بلفيك فراكشر، اين انا معقوله تطلب منه اي في انترافينوس يوروغرافي وبين ما يوصل الكونتراست للبلادر وما يكون واضح؟ لا، تطلب له شنو؟ ريتروغريد يوروغرام، تحقن المريض بكونتراست عن طريق الحليل وهي راح توصل للمثانه، بالتالي هذا حصريا حتى تشوف البلادر واليوريثرا. شوف ان انا باع اليوريثرا من حقنته بكونتراست صارت بيضه، بعدين صعد الكونتراست للمثانه وهو هذا نسميه ريتروغريد يوروغرافي. اكو حاله نسميها سيستوغرافي، يعني هاي حصريا حقن الكونتراست حتى اشوف بالمثانه فقط. شلون نحقنه؟ عن طريق الكاثتر. تتذكرون مو قلنا المريض هذا هسه مثلا هذا الكاثتر لهنانه وحقنته بكونتراست. هسه انا من طببت الكاثتر للمريض على قد بدايه البينس مالته وحقنته بكونتراست، هذا الكونتراست مو راح يوصل للحليل؟ اي راح يوصل للحليل. هذا شو نسميه؟ ريتروغريد يوروغرافي. بس اذا انا دخلت الكاثتر كلها ووصلتها للمثانه وحقنت الكونتراست على قد المثانة، هذا نسميه سيستوغرافي. فسيستوغرافي انه انا اريد احقن الكونتراست على قد المثانة، يعني اريد زوم بس على المثانة. هذا فور اكزامينيشن، تريد تفحص البلادر تشوف كل ما يتعلق بالبلادر، وهاي هي هنا الصورة. باعوا مدخل الكاثتر وحقن هنا الكونتراست وشوف هنا شلون المثانة واضحة المعالم. زين؟ على قولة عادل إمام من يقول مفتوخ العضلات وعريض المنكعين، أيوة هي دي بقى. فهي هاي الفكرة هنا.
هذا بالنسبة لما يتعلق بالسيستوغراف. أدري هسه صار صعب عليكم، بس أنا هم جاي أرجع راجعها. إذا هسه من نحقن المريض كونتراست عن طريق الدم وبين اليورينري تراكت أبيض كله، نسميه انترافينوس يوروغرافي، وهو أنا جاي أركز لكم عليه لأن هذا هواية يستخدم. الحالة الثانية مالت السيستوغرافي هاي أيضا كلش تستخدم كمان، يعني يجوكم صور بالامتحان. من تحقن المريض بكونتراست عن طريق الكاثيتر للبلدر مباشرة، ويراويك صورة مركز لك على البلدر فقط، شو نسميها؟ نسميها سيستوغرافي. تبقى شنو ممكن نشوف؟ حسب تشوف أي شيء أسود داكن اللون، تشوف أكو ليك للكونتراست طالع خارج البلدر، معناته أكو بلدر انجري. أكو لا والله أريد أحقن الكونتراست على قد الإحليل فقط، على قد الإحليل فقط، وهذا حتى ما حطيت لكم صورة لأنه قل ما يستخدم بس باليوريثرال إنجري. وحتى باليوريثرال إنجري تدرون شي يسوون؟ يسوون هاي التكنيك مع الريتروغريد يوروغرافي. يعني شنو؟ يقول لك أنا إذا أجاني مريض اسمه أحمد، شكيت عنده اليوريثرا مضروبة، أنا من نريد أدخل كونتراست عن طريق الكاثيتر، ليش أدخله عن طريق الحليل فقط؟ خب هل أضغطها حتى يوصل الكونتراست للحليل وللمثانة؟ لذلك هذا كمان يستخدم، إنه هو اللي يسموه ريتروغريد يوروغرافي. فالريتروغريد يوروغرافي هو نفسه يوريثروغرافي، بس الفرق أن اليوريثروغرافي على قد اليوريثرا، في حين الريتروغريد الريتروغريد يوروغرافي قلنا هذا شرح يبين لك شغلتين، البلادر وأيضا اليوريثرا، البلادر وأيضا اليوريثرا. هاي هي هنا الفكرة. أتمنى إن شاء الله ما صارت هوسة، بس هي هاي سوالف الكونتراست كلش مهمة. وخاف هسه هواية جاي يصير تساؤلات عندكم دكتور شبشت، راح أقلكم ركزوا على المهم. يا هو المهم هو الانترافينوس يوروغرافي، جدا 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 مهم، هذا هو زعيمهم وأريدك تضبطه، لأن هواية يجيبوا لك صور هيك. هاي هي الفكرة. وترى هذا فهم، ترى هذا كله بالسادس هاي الصور، أنا من هسه جاي أعطيكم معلومات. يعني بالانترافينوس يوروغرافي هسه من فهمته ترى كلش كاف، كلش كافي قسما بالله. لا تدخل بتفاصيله بالنت، لان انا هسه اذا دخلك بتفاصيله اتوه عليك. والله اسمع كلامي، اسمع كلام اخوك، اخوك الكبير، وخليك وياه، لان انا اريد مصلحتك، جديات مصلحتك كدرجه اولا، وحتى كمعلومات ما اريد ادوخك. هاي الفكره، لان كل هاي الشبكه اللي انت راح تشوفوها تاخذوها بمحاضرات على حدة اسمها الأشعة، مادة الأشعة بالخامس، تأخذون الأشعة مال البولية على حدة، وأشعة التنفسية على حدة، ومالت البطن على حدة، ومالت الدماغ المفراز والرنين على حدة. بس أنا لخصت لكم منهن وطيتكم شغلات حلوة حتى شنو مسيطرين انتو. تمام زين، هذا أنا اللي هو السيستوغرافي، تمام اليوريثروغرافي. نروح المن، إذا هسا عرفنا الانفستيجيشن الأول الأكس راي العادية. الانفستيجيشن الثاني من نستخدم بيها كونتراست شو نسميها؟ يوروغرافي، واهم واحد بيهم هو الانترافينوس يوروغرافي. ثالثا السونار، سونار، السونار هذا شو نسميه؟ نسميه سونوغرافي. السونار مهم، تدري ليش مهم؟ لانه كل اورجان وتقدر تعرف تفاصيله، الكدني، البروستات، البلدر، التستس، البينس، صح ولا لا؟ خصوصا سونار الكلى كلش مهم، تقدر تعرف السايز، إذا أكو رينال ماس، إذا أكو ماس بالكلى تقدر تعرف سايزها، إذا أكو ستون زين. فهاي هي فوائد السونار، وهاي هنا أنا راح أشير لكم إياها زين. إذا الألتراساوند useful for assess the renal size, the growth، إذا تلقى ماس أو سيست حصوة، ستون، إذا تلقى أكو سيست يعني أكياس بالكلى، أبسس، هيماتوما، هذين كلها تقدر أن تبينها زين. سامعين بالسونار الملون نسميه اللي هو الدوبلر، هذا الدوبلر هذا عمود البلد فيزل، الدوبلر عمود البلد فيزل. اذا انت شكيت اكو ابنورماليتي بالبلد فيزل، ذيك الساعه تطلب الدوبلر الترا ساوند، ذيك الساعه تطلب ايش؟ الدوبلر الترا ساوند. ايضا ايضا السونار الدوبلر ايضا يفيد المن بعد لابد تستكيلر تورجن، لابد تستس، يعني مو بس باعتبار احنا انا من احنا جاي ندرس الجراحه البوليه، هي مو فقط اعضاء، مو فقط البول، وايضا حتى الاعضاء التناسليه للذكر هي من ضمن اليورولوجيست. فلذلك يقول السونار مو دائما انت تشلب بالكلى،
السونار ايضا مفيد، علما مفيد يقول لك للانترا تستيكولر والاكسترا تستيكولر باثولوجي، يعني حتى امراض التستس وما يتعلق بالتستس واللي دايرها ضمن كيس الصفن اكو هم يسوي له سونار. مثل ايش؟ حاله شائعه تستيكولر تورجن، التواء الخصا. التواء الخصا تعرفون من تلتوي يقلل البلد سبلاي عن التستس، يسموها تستيكولر تورجن. راد يعرف الدكتور انه هاي التستس ماتت له لا من قل عنها الدم، شي يسوي؟ يسوي دوبلر، يسوي دوبلر حتى يعرف داخله باسكيميا لو لا. ها هي هنا الفكره من السونار. باعوا هذا هنا هو سونار الكلى، هذا هنا مثل ما جاي يشوفون سونار الكلى، هذا الابيض هو الكاليسيس، وهذا الاسود هي خلايا الكلى اللي نسميها البارنكايما، وهذا هنا المحيط، هذا هنا اللي هو مثل ما جاي يشوفون الكبسول. تمام، هاي انا حطيت لكم صوره مال رينال ستون، هاي انا اذا اريد اكتب لكم اياها حتى خاف تقول ليش ما كتبتها. هاي يسموها رينال ستون. شلون رينال ستون؟ هاي فيها كمال خامس بس راح اعلمكم عليها حتى تفهمون السونار شلون يلقفها. بالسونار المفروض مثل ما جاي يشوفون انه هذا هنا الطبيعي، لكن شنو؟ من تلقى ماس بيضه مثل ما جاي يشوفون هنا ماس بيضه وراها اسود يسموها شادو وبوستيرير اكوستيك شادو. شنو بوستيرير اكوستيك شادو؟ يعني تلقى بياض ورا ظل، بياض ورا ظل، هذا رينال ستون. المهم انا ما اريد ادخلك بتفصيله لان هاي ما راح يسالك بيها، لكن يكفي انه عرفت هنا السونار شنو فوائده. هذا هنا سونار مال واحد عنده بايونفروسس، تذكرون البايونفروسس؟ اذا مريض عنده حصوه وانسداد، هاي بصورة هيك ترى للفهم، اي اذني يعني انتم ما مطالبين بهن بس انا حتى اشرح لكم فوائد السونار. تذكرون من قلنا السونار هسه ترجع اشرت لكم يفيد بالسيست ويفيد حتى بالستون؟ انا دائما احب اشرح الكلمه حتى تنفهم، ما اريد درخ. هسه الستون عرفت شلون شخصها، بعد حتى بالاوبستراكشن تذكرون من قلنا المريض اللي عنده حصوه ويصير عنده انسداد ممكن الادرار يظل متراكم بالكلى ويصير هايدرونفروسس، وهذا الادرار اذا صار بي انفكشن يسموها بايونفروسس. اي هذا هيك البايونفروسس يبين بالسونار، البايونفروسس اللي هو انفكتد يورين ان ذا كيدني. زين، هاي انا حكيت لكم اللي هو الادفانتج، هاي لخصتها زين، اي رتبتها يعني بطريقه حلوه، اللي هي المين ادفانتج اوف ذا الترا ساوند. وهي شنو فائدة الالترا ساوند؟ اذا مثل ما قلنا سوري الادفانتج، البنفيت واحد، ركزوا زين، شوف اساني وقعت بالخطا لفظيا. من يقول لك بنفيت خاف مني اسالك عمليا لانه نظريا جزء مو كلش اسي او ممكن تتغير الاسئله كل شيء يصير. فانت ليش اقول لك اقرا كل شيء حتى مسيطر؟ من يسالك على البنفيت يعني فوائد الاستعمال. من يسالك على الادفانتج يعني الايجابيات. شنو يا ترى ايجابيات السونار؟ اولا سهل الاستخدام. زين، مريح بالنسبه للبيشنت، ما يكون انفيزيف، ما بي اشعه، ما بي خطوره على المريض، ما بي ايونايزنج راديشن، رخيص، وبالاضافه الى مستخدم وشائع وموجود وايد افيلابيلتي متوفر. لكن شنو الديس ادفانتج مالته؟ انه اولا السونار ليميتد فيلد اوف فيو، انه انت يا دوب بالسونار راح تشوف لك كلى، راح تشوف لك بلدر، ما تقدر تشوف اليورينري تراكت كله، بالتالي شلون نقول ضيقة المجال، وتعتمد على الاوبريتورز سكيل اند ذا بيشنتس هابيتس. هاي نقطة كلش مهمة، دائما السونار وتفسيره يعتمد على الاوبريتور، يعني على اللي يستعمله. يعني اذا اجيب لك سونارين، واحد يقول ستون وواحد يقول ما بي ستون، وهم اثنينهم لنفس البيشنت، شنو اللي يفرق؟ اللي يفرق ان الاوبريتور. فهاي كلش مهمة كلمة الاوبريتور، واكيد سامعين وهواية قارين يقول لك هذا سوناري هيك قال والاخ سوناري هيك قال، اي يفرق. كل ما كان الاوبريتر ادق في عمله، كل ما يكون التشخيص هو وبمساعده الطبيب، حتى من اجي انا اقرا تفسيره مال السونار او اقول اي والله الحكي مضبوط. فهاي تعتبر ديس ادفانتج مو ادفانتج، لانه دوار اكو قسم يشبش بالدياجنوسس. فبهاي الحاله للاسف راح تضطر تعتمد عليه وراح تقول هو نورمال بس البيشنت عنده ستون. هاي ترى حلوة لأنه تجي أسي. زين، أنا أضوج من أشوف طالب شبكت عليه، فلذلك إذا أحد شبكت عليه مني بالفيديو يقول لي بالرسائل بالخاص بالجروب يقول ترى شبكت عليه،
بس انا ان شاء الله ما اريد اتشبك عليك، وجاي احدد لك الشغلات اللي بس اريدك تفهمها والشغلات اللي اريدك تحفظها. فهذني اي نعم هذني حفظ، لانه يجن اسي عمليا او نظريا. تمام، هسه عرفنا بهاي الحاله بالنسبه للادفانتج والديس ادفانتج. نروح لمن؟ نروح للمفراز. وتعرفون المفراز كلش مهم. المفراز يفيدك للي شكيت به مضروب الكلب الحادث، جماعة البين والهيماتوريا والإنفكشن ورينال تروما، وكلش مهم من تريد تشخص الكانسر وتريد تسوي ستيجينج. دائما انتو قريتوا او راح تقرون دائما المفراز والرنين نستخدمهم بالكانسر وبالستيجينج. فأشرت لكم ان انا هاي ملون خاف تجي بالام سي كيو. اكثر انفستيجيشن يستخدم لابو الاكيوت فلانك بين، للي يجي عنده الم بالخاصرة كلش قوي وما لقيت شيء بهذن الانفستيجيشنز اللي انا ذكرتها، نلجأ الى المفراز. حلو، السيتي سكان بيش يفيدك؟ راح تشوف الاناتومي مالت الكدني، وتتطلب ذيك الساعة تسوي كونتراست او ما سوي كونتراست حسب اللي راح تشوفه بالسيتي. السيتي اشرته لانه هذا هنا يجي كام سي كيو، هذا هنا very important يجي كام سي كيو. السيتي سكان primarily in staging bladder tumor and diagnosis bladder rupture following trauma. اذا هو يفيد بالربتشر، يفيد بالربتشر هذا واحد، ويفيد ايضا بيمن بالتيومر، يفيد ايضا بيمن اكرر بالتيومر بالكانسر، يشخص لك الكانسر ويفيدك حتى بالستيج، يقول لك هذا بيا ستيج، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. هاي هي الفكره هنا. يبقى يقول لك السي تي سكان يفيدك حتى بالبروستات، ويفيدك ايضا باللمفادينوباثي، يفيدك ايضا المفراز، لان انت من راح تاخذ المفراز، انتو شايفين المفراز هذا هنا، من راح تاخذه للبطن ما راح تبين لك بس الكلى، راح تبين لك الكلى وراح تبين لك الكبد والطحال والابدومينال اورجنز كلها راح تبين، مو صحيح حسب الليفل. اذا هنا السي تي سكان يقول لك also used for detection of the abdominal location of the suspected undescended testis وايضا for staging of the testicular tumor. اذا هسه المفراز عرفنا اولا بالنسبه للكلى من حيث التروما، من حيث الكانسر والستيجنج. المفراز ايضا يفيدك بالبروستات وباللمفادينوباثي. المفراز ايضا يفيدك بالاذر انترا ابدومينال اورجانز اذا بيهن اي بروبلم. اربعه، يقول لك ايضا المفراز يفيدك مثلا طفل شكيت بي انه عنده ما يسمى undescended testis، هاي حاله كلش مهمه، هاي خو ما تشبك عليكم ما ذكرناها بانذر انفستيجيشن، هاي حصريا هنا اكو طفل من سوى الاكزامينيشن اول ما انولد لقوا دعبله بالكيس مالته، دعبله وحده، بعدين من سوى المفراز لقوا والله التستس الثانيه، سوري انا من اقول دعبله بس حتى توصل الفكره، فلقوا تستس وحده، يابا وين التستس الثانيه؟ بقت بالابدومن. سوى مفراز اي والله لقفوه، لان هي ما تبين بالاكس راي ولا تبين بالانترافينوس يوروغرافي، لان الكونتراست ما يوصل للتستس، فيفضل ان نسوي سي تي. من سوينا مفراز لقينا اي والله فعلا التستس مالته موجوده بالابدومن. اذا حلو، فنشوفوا ما جاي اشرح شغلات في سبيل الطالب يصير هوس عليه، جاي اشرح كل انفستيجيشن واريد اميزه عن الاخر. هسه اولا عرفنا يفيد بالاكيوت اوف لونج بين والهيماتوريا والانفكشن، يفيد خصوصا بالستيجنج بالكانسر وحتى تشخيص الكانسر، يفيد كلش مهم، وهي نربطها بالمحاضرة الأولى من أخذناها اللي هي بالرينال تروما، شك واحد يجي حادث تطلب لسيتي للأبدومن، لأن من يجي هيماتوريا شكيت عند رينال انجري. بعد بيش يفيدك بالبروستات واللمفادينوباثي، بعد بيش يفيدك بالتستس إذا مريض عنده undescended testis أو إذا عنده سرطان كانسر بالتستس، وخمسة الأذر انترا أبدومينال أورغانز. هذا هنا السي تي. شوفوا هنا هذا السي تي مال واحد عنده ليجن بالرايت كدني واتضح انه عنده كانسر. شوف هسه هنا باعوا السي تي، شوف هنا السي تي اوف ذا ليفت والرايت كدني، شوفوا شلون مبينه وايت، لان منطينها يسموها انهانسد سي تي، يعني منطيها كونتراست وسووا سي تي وبينت هنا بيضة. هذا لا والله من سوى له سي تي باعوا هنا الرايت كدني، شوف الرايت كدني بها تضخم وبها ليجن، هذا هنا اسود رصاصي، ما اريد ادخلكم بتفاصيل الراديولوجي مال الخامس بس حتى اوصل لكم الفكره. اذا نشوف هنا السي تي هذا بعدين والله يابا وفقا لمعلوماتنا يطلع هذا كانسر. اذا نشوف السي تي شلون فادك بتشخيص الكانسر،
شوفوا السي تي شلون فادك انه يوضح لك الرينال اناتومي. اهم شيء اريد الطالب فهم، وعلي الطالب اذا فهم كل انفستيجيشن وشاف الصور راح يقدر يعرف كل واحد ويا دايجنوستس يفيده، يعني شيء يفيد، مو صحيح؟ وما ننسى السي تي كلش مهم ايضا بيمن بالستون. شوف هسه انا هنا هاي هسه ما مكتوبه بالمحاضره بس انا ذكرتها وفقا لشرحي. تتذكرون محاضره الستون قلنا الجولد ستاندرد انفستيجيشن فور رينال ستون هو يا هو سي تي سكان. هذا يجيكم ام سي كيو وانا مسجله بذيك المحاضره. طيب هاي هنا انا سي تي سكان مال وحده شترت كدني. تذكرون الشترت كدني اللي هو الستيج 5 رينال انجري. شوف هنا انا ايضا فات السي تي. شنو فوائد السي تي؟ اولا مدى الرؤيه كلش واسع لانه راح تشوف هوايه اورجنز، الدقه بي واضحه، وما يعتمد على الاوبريتر، هو ما يعتمد على تفسير الاوبريتر لان هو جهاز راح ياخذ لك صوره وانت يا دكتور راح تجي تشوفها، فهو ما يعتمد على الاوبريتر، مو مثل السونار بكتابه وبتقرير، ممكن التقرير صح وممكن خطا. لكن شنو الديس ادفانتج؟ الديس ادفانتج انه انا اقول لك الراديشن. تدري ان انا السي تي يساوي 400 الى 500 اكس راي، يعني تدري السي تي المفراز يعادل لك 400 الى 500 اكس راي اشعه. شوف الاشعاع بي شلون قوي، فيقول لك بي راديشن اكسبوجر خطر الاشعاع مالته. فلذلك مو ياها كان المفروض يسوي مفراز، مو ياها كان هسه بالجديد شكوا واحد والله يابا تعبان لو خامل لو يقول والله الدكتور حسيت بدوخه نطلب له مفراز. هاي هي الفكره. بعد يحتاج كونتراست لان شفتوا هنا أنا حتى نبين الكلى بيضه بالسونار احتاجينا كونتراست، هاي من ضمن الديس ادفانتج. ليميتد افيلابيلتي، مو كلش متوفر المفراز مو بكل مكان، وكافي انه يكون غالي صح، هاي من ضمن الديس ادفانتج مالته. اخر شيء هنا اللي هو عندك الرنين، وهذا الرنين محدد بمن يفيد اكثر شيء بالتشوهات. واحد شكيت عنده مشاكل بالرينال فين، يعني عنده سوالف خثره ما خثره، وايضا يفيدك في تشخيص والستيجنج اوف ذا رينال كانسر مثل السي تي. الامراي يقول لك يستخدم ايضا بالستيجنج اوف ذا بلادر تيومر، بروستات تيومر، حلو، بالاندسند تيستس، حلو. اذا فوائده مش استخداماته مشابهه للسي تي، لكن شنو اللي يميزه؟ بالتشوهات هو رقم واحد، وبالرينال فين ثرومبوسس خثرات بالرينال فين هو رقم واحد. تبقى اكو شغلات تشبه السي تي اللي هي الستيجنج مال الكانسر، تشخيص الكانسر بالبلدر بالرينال بالبروستات. وين صور الرنين؟ هذا انا باع صور الرنين، هذا يسموه المقطع العرضي اللي هو الكورونال فيو. هذا المقطع العرضي هنا الكورونال فيو، باعوا هنا الكيدنيز، شوفوا هنا الكلى شلون واضحه زين. فلذلك فعلا هذا هسه من نريد تبين بي كونجنتال انومالي او اذا لقيت اكو خثره هنا رينال فين ثرومبوسس، هذا يسموه كورونال فيو. هذا المقطع اللي هو العلوي اكزيال فيو صح ولا لا؟ هذا تشوف هنا الاكزيال زين، وهذا هنا الاكزيال ايضا تقدر تفيد ان تشوف بي اكو كونجنتال انومالي، تشوف اكو تيومر هنا يعني كانسر، وتقدر تسوي ستيجنج. هذا المقطع الطولي، هذا القص الطولي اللي هو نسميه ساجيتال فيو، ساجيتال صاروا له، هذا هنا الساجيتال، يعني شلون وكانما تتباوع للمريض منصفح منصفح عافيه، هاي هنا جاي تتباوع للمريض من قدام، ذيك تتباوع له هاي هنا اوكي قص اكزيال، في حين هذا هنا تتباوع له من الجانب من الجانب، وتقدر تشوف التشوهات وتشوف الرينال فين ثرومبوسس. هاي هي الفكره. فوائد الامراي ان يقول لك باكثر من موضع، بي الترانسفيرس وساجيتال والكورونال، حلو. تقدر تحدد الفيو مالتك سمول او لارج، والسوفت وسوفت شو كونتراست، الكونتراست بي متوفر. الرنين تدرون بي مغناطيسي ما بي اشعاع، يعني ما بي راديشن. هاي ترى كلش مهمات الادفانتج جاي اشرحها وانتم تحفظوها. اي بعد less operator dependence، ما يعتمد على الاوبريتر، حاله حال السي تي مو مثل السونار يعتمد على الاوبريتر. بعد اللي يميز لك الامراي عن السي تي انه يطلع لك البلد فيزلز بدون كونتراست. السي تي جبنا طاري انه رينال فين ثرومبوسس، فممكن يجيك ام سي كيو
شفتوا هساني اكو انفستيجيشن ذكرته لحد الان يجيب طاري الرينال فين عدا الامراي؟ لا. فميزه الامراي الرنين انه يقدر يبين لك الرينال فين بدون كونتراست، ولذلك احنا نلجا له للستيجنج. تتذكرون بالستيجز مال رينال كانسر، وحده من الستيج اذا مشى للرينال فين صعد للانفيريور فينا كافا وصعد لي فوق، فلذلك نحتاج السي تي والامراي بالستيج. هاي هي الفكره. فهاي حفظ. اما بالنسبه للديس ادفانتج، الديس ادفانتج مالته قليله، انه شنو يقول لك؟ يقول لك السكاننج بطيء بطيء، اها، والايمج مالته عاده دقتها مو بقد اللي هو سي تي سكان. اذا هاي هي الفرق، اولا البطء وثانيا الدقه، الدقه اقل مقارنه بالسي تي. هاي هي هنا الفكره. فهذا هو بالنسبة للأدفانتج والديس أدفانتج مال السي تي والأمراي، هذن كلش مهم. زين أنا أشرت لكم أن أنا هذا شو اسمه الأدفانتج والديس أدفانتج اللي هو بالنسبة للسي تي. أوكي، very important. زين، وهذا أنا أيضا راح أذكر لكم إياه حتى هاي قدامكم. أوكي، very important. هذا أنا حفظ، لأن ممكن يسألك بيها عمليا وتتفشل. أدري نظرياً صعبة، لكن عملياً تنسأل بيها، ومو شرطاً للنقاط كلنا يمشي نقاط مميزة. أتمنى إن شاء الله المحاضرة ما كانت صعبة عليكم، ركزوا على الشغلات المهمة. يعني بالراديولوجي أريدكم تركزون على اليمن، على بالنسبة للراديولوجيكال سجل وياي، هاي من باب ملخص. راديولوجيكال أريدك تركز على اليمن، على الكيو بي، انترافينوس يوروغرافي، السي تي والأمراي. وبالنسبة للتحاليل علي من تركز تحليل الإدرار الجنرال يورين إكزام، الكالتشر وكذا مو كلش. تحليل الدم أهم شيء عندك البلد يوريا والنيتروجين، بلد يوريا نيتروجين والكرياتينين، هذن هن المهمات وتحفظهن صم، لأنه صدق يعني باعتبار تفهمتهن فجاهز أن أنت تدرخه. موفقين جميعا وشكرا جزيلا لكم.